سنة 2020 أصدقائي انتهت، كانت بصراحة سنة صعبة نوعا ما على بعض الناس، كانت ماشي حالها، على بعض الناس كانت قاسية جدا. كثير منا يعني عانى بهاي السنة، ناس كثير خسروا أحبابهم، ناس تعبوا، ناس مرضوا بسبب الوباء المنتشر. الحمد لله والفضل لله لكل شخص طلع سليم منها، لكل شخص ما ضرر منها، والله يعوض على الجميع. طيب أصدقائي، بختام هاي السنة حاب أختمها بهاي التجميعة الجميلة. تفاصيل لهاي التجميعة من ناحية الشراء رح يكون الروابط كلها موجودة بصندوق الوصف. بهذا الفيديو رح أشرح عن التجميعة بشكل سريع، نحط شوية حركات، نعمل شوية تركيبات، نصور بعض القطع ونتحدث عنها ونحكي عن قدراتها ونحط لكم شوية اختبارات إلها. وكالعادة أصدقائي بنختم هاي السنة بفيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي، رجعنا بهذا الفيديو، راح يكون من الفيديوهات المتميزة وعلى غير العادة. يعني ختمت السنة بتجميعة فعلا من التجميعات اللي كانت عزيزة على قلبي وصعبة لحتى وصلت لها. التجميعة هاي مثل ما ذكرت راح تستمر يعني نهاية عام 2021 وتكمل معي لجزء من 2020 حتى نبلش بتجميعة جديدة ونعمل يعني شوية تعديلات عليها. قبل ما نغوص ونبدأ بكل هاي التفاصيل أصدقائي، بذكر باستمرار دعمتوا خلال هالسنة القناة بشكل كبير. الحمد لله دخلنا السنة ب90 ألف، انتهينا فيها بأكثر من 200 ألف. يعني بالنسبة لقناة تقنية النمو كان يعني ممتاز بصراحة. شكر لكل شخص فات اشترك، حط لايك، علق، تفرج معنا، تعب معنا، صرف وقته معنا، وأكيد مستمر طامعان بكل مرة بدعمكم لهاي القناة. فوت بالتفاصيل مباشرة ونتعمق بهي التجميعة الجميلة، ورأيك بهمني كثير بصندوق التعليقات، وإن شاء الله السنة الجاية تكون خير وبركة على الجميع.
المعالج اللي معي بداية هو الانتل كور اي 9 الجيل العاشر، ايضا المذربورد هي الجيجا بايت ماستر زي 490، بالاضافة للذواكر هي من جي سكيل ترايدن زي رويال، واحدة من اجمل الذواكر يمكن تشوفها، فعلا تعطينا اداء عالي مع تردد 3600، بعتقد انه بيكفي اي شخص حاليا انه يشتغل عليها. اما كرت الشاشة اصدقائي، واحدة من النسخ المتميزة والقليلة اللي كانت موجودة بالدول العربية اللي هي الجيجا بايت فيجن، نسخة بيضة، كونه تجميع عندي كلياتها بيضة، فكان هذا يعني طابق عليها بشكل كبير. 3080 RTX اكيد مثل ما ذكرت من جيجا بايت، بيعطيني اداء فعلا رهيب يا جماعة. اما بالنسبة للمبرد اصدقائي، فمعي الكولر ماستر ML360P، بيجي باللون السيلفر، كنت اتمنى لو انه لونه اكثر ابيض، لكن ماشي حاله مع التجميع. طبعا بالنسبة للاداء بيعطيني اداء جدا متميز، وحتى اعطي ترتيب وجمالية اكثر للتجميع استخدمت كيبلات كسم لونه ابيض، بالاضافة لمروحة الاكزوست اسمها QL140 من كورسير، لونها ابيض، رهيبة يا جماعة الاضاءة فيها، جدا متميزة. وهيك تجميع اصدقائي بتحتاج لكمية طاقة تعتبر نوعا ما عالية، فاستخدمت باور سبلاي من سيسونيك نسخة الجولد 1300 واط، بعرف شوي زيادة يعني، لكن واحد بيضل بالسيف سايد. بالنسبة للمساحات التخزينية اللي عندي، يمكن هاي اكثر شيء بتحتاج لتحديث وتطوير، لانه لسه عندي الاس اس دي، خلينا نحكي القديم مو M.2، ومحتاج هذا محتاج لترقيه. نعم، اما بالنسبة للمساحات تخزيني الهارد ديسكات فبصراحة كمية كبيرة، وجميعهم من سيجيت. وهيك تجميع اصدقائي متميز، بتحتاج لكيس متميز، فاستخدمت كيس الاسوس هيليوس، واحد من الكيسات المتميزة شكلا اداء وكل شيء بدك اياه، وحتى الاضاءة فيه متميزة، واسع كيس، واسع بوسع كل شيء بدك اياه، وطبعا اللمسات الفنية اللي فيه كثير حلوة، لكن كنت اتمنى انه يكون في نسخة بيضة منه، لانه هي سيلفر لكن مسمينها ابيض، انا بحكي عن الحواف برا الالمنيوم. وحتى تحصل على تجربة متميزة مع هيك تجميعة لازم يكون في عندك شاشة متميزة يعني، فعندي اكيد شاشة السامسونج الاوديسي جي 9، من الشاشات الجميلة جدا، بغض النظر في عليها بعض الملاحظات، لكن لحد الان ماشي الامور مقبولة. بالنسبة للكيبورد اصدقائي، بستخدم واحدة من افضل الكيبوردات بالسوق برأيي الشخصي، واللي هي من ستيل سيريز ايبكس برو، نعم غالية لكن فعلا متميزة من جميع النواحي. الماوس اللي عندي ثنتين، واحدة لوجيتك ام اكس ماستر، يمكن كل حدا بيشتغل على المونتاج بيستخدمها، والثانية للالعاب بالنسبة لي حاطها اللي هي اسوس روغ سباثا، يعني ماوس رهيب للجيمز من ناحية الوزن والمسكة والجريب كل شيء فيها. سماعات الهيدسيت اللي عندي ايضا من ستيل سيريز اركتس 9، كمان بيعطوني تجربة جدا متميزة. هيك أصدقائي وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى يكون نال إعجابكم. اقتراحات لتطوير هاي التجميعة اكتب لي إياها بصندوق التعليقات. أنا يمكن أكثر شيء مثل ما حكيت عندي مشكلة بالتخزين، من ناحية التخزين خلينا نحكي نسميه المؤقت، والويندوز اللي هو الاس اس دي اللي عندي شوي قديمين يعتبروا، أما بالنسبة لتخزين المواد كلها موجودة، في عندي يعني وحدة تخزين عالية، لكن هاي بظلها هي عبارة عن باك أب وستورج، يعني ما بيتم استخدامها كل مرة. فإذا أنا بعتبر نقطة الضعف عندي هي المساحة التخزينية السريعة الاس اس دي M.2، نستخدم السرعات العالية، وإذا في شيء غير هيك اكتب لي بصندوق التعليقات. كان معكم عودة من قناة تكتوبيا، سنة خير إن شاء الله على الجميع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.